لا تخافي، فقط عدوا معي. حذرة بذرة، حذرة بذرة، عدوا من واحد للعشرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. تدب 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 تدب. أكلوا هريسة القمح يا غربان. مرحبا أيتها الدمية الجديدة، سأسميك صدقا حتى يكون لك قلبا كبيرا. بعد أن يمر 15 سنة دون أن يتبناك أحد، يبقى أولاد الشوارع أولاد شوارع مهما أحسنت إليهم. من سيتبنى فتاة في عمره؟ أهلا في بيت الأيتام. لا 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 لا. أهلا في بيت الأيتام. لا 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 لا. كم أكره الأربعاء. زيارة الأمناء غدا، لا أريد أي خطأ. كل مرة نصطف فيها أمام الأمناء إنها تعرج. أشعر أننا قطعة الأثاث الناقصة في بيوتهم. سيد أبو الذهب، ها هو قد وصل. أي أحد سيرى حجمي سيهرب من تكلفتهم. ضعه على المشبشبة. توتة توتة توتة، بنت البصرة بيوتة، ولم تترك فتفوتة. انتوا بتتكلموا كتير، الباب يفتح هكذا. قد فتح الآن المزاد. ما بين بنات وأولاد. أغلقوا الأبواب. صاحب الظن. العائلة التي نحلم بها. أنا لا أحب الظلم. تعشاكم. لأن العرض سيبدأ.